واول حاجه غادي نبداو بها غادي نجبدوا هاد التصويره اللي غادي نخدموا عليها. ثاني حاجه نجبوا الدفتر اللي كنرسموا فيه، الماتيريال اللي كنخدموا به حتى ونحطوه قبالتنا، اي حاجه غادي نحتاجوها نحطوها قبالتنا. هذا صاحبي غيريح معنا هاد الحلقه قبل لا يسمعوها له. ودابا ما بقى لنا غير نبداو السير على بركه الله. الخوت السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة احمد بالزوط. اليوم ان شاء الله رسمة جديدة غادي نرسمو خويا عبد العلي المطهري اللي هو ولد عمتي عيشة، وما نساش عمي على التاوى باش ما يبقاش فيه الحال. المهم علي المطهري ولا علي بوتر نسبة الى هاري بوتر، تيشبه له الدراري بزاف. المهم تنسالي الرسمة غادي يبان لكم واش كيشبه له ولا ما كيشبه لهش. أمين كنا صغار كنا كنعيطو له غير علي بوتر النسخة المغربية والاخر النسخة ديال هو. المهم خويا علي نتمنى الرسمة تعجبك وفرجة ممتعة. وأول حاجة غنديرو هي التخطيط الخارجي للرسمة. غادي نكادريو الرسمة أول حاجة، من بعد غنبقاو نرسمو الوجه العينين النيف الفم اي حاجه غنرسموها. والمرحله الثانيه الفينيسيون اللي هي غادي تكون عمليه ديال التظليل ديال الرسمه وهذا الشيء مثلا وفرجه ممتعه. الخوت الفيديو سارة، نتمنى يكون عجبكم ولا وصلتي للتالي الفيديو ما تنساش شورك معاك على ديك البطنة الحمراء وديرنا جيم وخلينا شي كومنتر. ولا بغيتوني نرسم شي حاجة جديدة تايا خليوها في كومنتر وتهلاو.